واجهت السلطات الفرنسية اتهامات إلى اثنين يشتبه بصلتهم بتنظيم الدولة الإسلامية الذي تبنى المسؤولية عن مقتل 130 شخصا في هجمات باريس الدامرة العام الماضي، وهما جزائري يبلغ 29 عاما من العمر وباكستاني في سن 35. ويواجه المشتبه بهما اتهامات بالتورط في مؤامرة إجرامية مع إرهابيين. تمت إحالة المشتبه بهما إلى القضاء في وقت سابق أمس الجمعة من قبل السلطات النمساوية، ويعتقد المحققون أنهما سافرا إلى جزيرة روس اليونانية في أكتوبر الماضي على متن قارب يقل لاجئين برفقة اثنين آخرين شاركا في هجمات باريس، وفجرا نفسيهما خارج استاد فرنسا كجزء من سلسلة هجمات وحشية طالت العاصمة شارك فيها نحو 10 أشخاص. وكانت السلطات اليونانية قد أوقفت الجزائري والباكستاني واحتجزتهما بسبب تزوير جوازات سفر سورية، وبعدها واصل الشخصان مسار المهاجرين الرئيسي ووصل إلى غرب النمسا في نهاية نوفمبر الماضي بعد وقوع هجمات باريس، حتى تم اعتقالهما في ديسمبر الماضي في مركز للمهاجرين من قبل الشرطة النمساوية التي قالت إن الرجلين خلال الرحلة بأكملها وحتى تم اعتقالهما بقيا على اتصال دائم بتنظيم الدولة الإسلامية المتطرف.